هاتف باسم البشير في محياه أمير، هاتف باسم البشير في محياه أمير، ها علي صار أمير الجليل. وينشق جدار البيت للحرة التي تحمل في أحشائها ثقل الوصي ونور الإله. يا علي عرفني من هي، كعبة أم بنت أنس، ولدتك في الثنية نور في نور وجيه، قالت الإخلاص حتما أنت للإخلاص ناس، حيدر في السنة، يطعم العبد الفقير في محياه أمير، يطعم العبد الفقير في محياه أمير، أعلي صار أم نور الجليل. خيوط من نور تمتد من عرش الجلالة لتغمر ذاك الوليد بالنور، فيسجد وسط البيت رافعا كف التوحيد ككوكب دري. عند بيت الرب المولد زاد في النور انبهار، أسد في العين يبهر نوره شق الجدار، ها أمين الله ساجد في بهاء واتذار، شخص نحو السماء كوكب ثم استدار، كوكب ثم استدار، شبه ذاك يستجير في محياه أمير، شبه ذاك يستجير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. غال يسار واستخف يمين، بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة، وتظل أنت كما عهدتك نغمة، للآن لم يرق لها تلحين، فرأيت أن أرويك محو رواية للناس لا صور ولا تلوين. أحبتنا المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الذكرى العظيمة الجميلة المفرحة المبهجة لقلوب المؤمنين، ولادة سيدي ومولاي الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين، والد الحسن والحسين، ذلك أسد الله الغالب علي بن أبي طالب سلام الله عليه وعليهم أجمعين. ونحن حقيقة بهذه المناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لوحدي أن أقدم هذه الحلقة فلست جديراً بذلك الشيء حقيقة، إنما من خلالكم إن شاء الله. دعوني أقدم سماحة الشيخ الدكتور محسن الخزاعي. سماحة الشيخ، بداية سلام من الله عليك ورحمة منك ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلاً ومرحباً وسهلاً، ونبارك لكم هذه المناسبة المفرحة والمبهجة مثل ما قدمتم، ونرفع أسمى آيات التبريكات لمقام حجة الله في أرضه الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة العطرة، ألا وهي مناسبة ولادة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سلام الله عليه. حقيقة لا أخفيك أنه أنا بدأت أعد العدة لكي نضع بعضا من المحاور، بعضا من الأسئلة، ربما تناقشنا قبل الحلقة ببعض الأمور، ولكن أن يبحر الإنسان
في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه فهو في محيط متلاطم الأمواج. لكن سماحة الشيخ هكذا فلنقول، كيف يمكن لنا أن نقرأ سيرة الإمام علي سلام الله عليه قراءة لا أريد أن أضعها في خانة كما يقال تاريخية أو سياسية أو ما شكل ذلك، قراءة لسيرة الإمام سلام الله عليه، كيف يمكن أن نقرأ هذه الشخصية؟ مثل ما قدمتم جنابكم ورعيت أن أرويك محض رواية للناس، لا صور ولا تلوين ولا أنت أروع إذ تكون مجردا ولقد يضر برائع تثمين. الإمام أمير المؤمنين مجرد أن نروي رواية محضة هو ألق صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام لا يحتاج إلى رتوش. شوف حتى الآيات اللي يعني جاءت بحق أمير المؤمنين حسب ما يذكر إحنا موروثنا الروائي بحدود 300 وكسر آية، والأحاديث الكثيرة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العلماء يقولون كل هذا ما صنع علي صلوات الله وسلامه ما شاء الله، كل هذه الأحاديث ما صنعت أمير المؤمنين ولا الآيات صنعت أمير المؤمنين، وإنما أرشدت إلى ذاته ليس إلا، دلت عليه ليس إلا. واقعا أنه قراءة شخصية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن تسلط الأضواء على كل جوانب شخصية الإمام أمير المؤمنين. ليش؟ لأنه حياة الإمام أمير المؤمنين هي المنبع الثر لكل الكمالات الإنسانية، صح. وعليه من الصعب جدا أن تضغط حياة الإمام أمير المؤمنين بحوارية، أو تضغط حياة الإمام أمير المؤمنين بمحاضرة، أو تضغط حياة الإمام أمير المؤمنين بكتاب أو حتى بموسوع، لأنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه حياته عبارة عن سلسلة من القمم، لأنه الدنيا اعتادت أن تفرز النوع الطبيعي من البشر، وأن تقدم لنا النماذج الاعتيادية من البشر مثله ومثلك ومثل كثير من الناس، نموذج طبيعي بالحياة، صحيح لو مصحيح. أما العمالقة، أما الأفذاذ، أما صناع التاريخ، أما صناع الأمجاد، هؤلاء لا تكون إطلالتهم على الدنيا إلا على سبيل الاستثناء من القاعدة. يعني مثلا بعبارة أخرى، لو سألنا الدنيا أنه مثلا كم أينشتاين موجود، لكانت النتيجة ولكان الجواب أنه نسخة واحدة لم تتكرر، صح. وكم أنتجت وأفرزت لنا الدنيا من صناع الأمجاد من أمثال مثلا أفلاطون أو سقراط أو إلى آخره، أو المقداد أو أبو ذر أو، هذه الإجابة واضحة أن هذه النماذج دخلت على سبيل الاستثناء من القاعدة، وتركت بصماتها في جبين الدنيا وطبعت الخلود على قلب التاريخ أو في جبهة التاريخ. هكذا كان دخول الإمام أمير المؤمنين لهذه الحياة. الإمام أمير المؤمنين دخل هذه الحياة على سبيل الاستثناء من القاعدة، لأنه عادة أنه الإنسان عادة ما يبرز في سمة معينة، يبرز في سمة معينة، واحد رسام مثلا، واحد شاعر مثلا، واحد خطيب مثلا، يبرز عادة، واحد شجاع، واحد كريم، وهكذا، هذا التاريخ هكذا يبين بكل الصفات. أما أن تجتمع كل هذه الصفات وكل هذه السجايا وكل هذه المزايا في شخصية واحدة، هذا لم يتكرر إلا في نسخة واحدة في الكون اسمها علي صلوات الله وسلامه عليه. وإلا التاريخ واضح، مثلا إذا أريد نسأله أنه عنترة بما اشتهر بالشجاعة. شجاع. أما بقية الخصال نعرف عنها شيء؟ لا، ما نعرف عنها شيء طبعا، ما نعرف. قد يكون عنترة بخيلا، ما حدثنا التاريخ، صح. التاريخ حدثنا أن عنترة كان شجاعا، وأن الأحنف ابن قيس كان حليما، وأن حاتم ابن عبد الله الطائي كان كريما، وقد يكون أحمقا مثلا، مش مدرينا. فلم يحدثنا التاريخ إلا بصفة واحدة. عادة يقولون علماء التربية والاجتماع أن الشخصية لا تتسع في أبعادها للنبوغ والظهور إلا في سمة وصفة واحدة تكون هي السمة المميزة والطابع الذي يقترن بتلك الشخصية. على وفق هذه القاعدة الإنسانية إذا جينا نقيم أمير المؤمنين، لا نشوف علي بن أبي طالب استثناء من هذه القاعدة. شوف حياة الإمام أمير المؤمنين هي حياة عبارة عن سلسلة من العطاءات، عبارة عن سلسلة من القمم. من أين تريد تأخذ علي بن أبي طالب مثلا؟ من الكرم. أمير المؤمنين كان يضاهي السحاب جودا وكرما، كان يشد حجر المجاعة على بطنه يبيت طاويا ويعطي قوته ويقول الجود ما كان ابتداء، أما ما كان عن مسألة فحياء وتذمر.
يعني خالف مفهوم الجود عنده وعندك وعند كل البشرية. يعني أنا اليوم الجود الكريم اللي يسموه كريم، إذا واحد يجي يدق بابي وأنطي حاجته يقولون علي كريم، مو ما يلد واحد صح لو لا؟ لا، هذا يقول مو كرم الإمام أمير المؤمنين، هذا موجود أصلاً. شو اسمه هذا يا علي؟ يقول هذا أصلاً عملية معاورة. يعني شنو عملية معاورة؟ يعني أنا انطيتك ماي وشئت أعطيتني حاجتي. مع هذا الآن مجتمعنا يسميه هذا كريم، هذا جواد. علي بن أبي طالب يقول هذا موجود، هاي معاوضة. الجود ما هو يا علي؟ يقول الجود ما كان ابتداء أن تعطي قبل أن تسأل. وهذا المعنى اللي سجله ابن حيوس، يقول ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. ومن العجائب والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى المتسرع. الإمام أمير المؤمنين بالجود يضاهي السحاب جودا وكرما. من حيث الشجاعة أجمعت العرب أن الفرار من السيف منقصة وعيب ومعيرة إلا من سيف علي صلوات الله وسلامه عليه. من حيث علي بن أبي طالب، من حيث السخاء، من حيث التواضع، من حيث العلم، من جميع الحيثيات، حياته عبارة عن سلسلة من القمم. ولهذا أنا في تقديري قراءة شخصية علي بن أبي طالب أمر متعذر، لأن قلت لك هي عبارة عن سلسلة من القمم، وهي عبارة عن عطاء ثر لكل الكمالات الإنسانية. ولهذا أنت تشوف أنه الكل يريد قراءة التاريخ الذي يعيد للبشرية كرامتها ويؤكد على كرامة البشرية وإنسانية الإنسان. هذا التاريخ اللي أبحث عنه أنا وأنت وكل المحرومين بالدنيا، هذا تختزل مسيرة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللي أنتجت تقريبا عطاءات معيارية تتجاوز كل المفاهيم المعاصرة والممتدة نحو المستقبل. بهذه الكلمات التي بيّنتم في بداية هذه التغطية سماحة الشيخ، أنتم تتحدثون عن إنسان لم يكن ارتباطه بزمان أو مكان. أحسنت. وكأنما هو علي سلام الله عليه قبل وجوده وما بعد وجوده إلى أين، هذه عند الله سبحانه وتعالى. بلد. ربما الآن المشاهد يقول سماحة الشيخ يغالي كثيرا وهو يتحدث عن علي سلام الله عليه، بحيث يقول لم أجد في الكون كشخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه. كيف يمكن لنا أن نجيب عن مثل هكذا أشكالية ممكن أن تكون عند المشاهد؟ مولانا العزيز، يعني الجواب وجداني. أنطيني شخصية تكررت كنسخة علي صلوات الله وسلامه. الجواب وجداني، ما أريد أنا أقول قال رسول الله علي أقضاكم بعدي، الحق مع علي وعلي مع الحق، وهذه الأحاديث الكثيرة. أنا بداية حديثي قلت أن الأحاديث ما صنعت علي، صح لو مو صح؟ بداية حديثي قلت الآيات ما صنعت علي، إنما أرشدت إلى ذاته ليس إلا. أمير المؤمنين بالوجدان، أعطني شخصية، اسأل الكون كله، شخصية انبهر بها الكون كله، شخصية تأثر بها المسلم وغير المسلم. أنت تقرأ مثلا علي صوت العدالة الإنسانية، علي في الفكر المسيحي، أمير المؤمنين بالأمم المتحدة، أمير المؤمنين في فكر كل محروم، في كل فكر كل مظلوم، أمير المؤمنين في فكر الأحرار، أمير المؤمنين شخصية لم تتكرر. علي بن أبي طالب شخصية ملكوتية بها العبارة، يعني إذا ذن العبارات يعتبروهن البعض مثلا مغالات، لا أنا أذهب كثيرا بعلي صلوات الله وسلامه. أنا أقول علي بن أبي طالب شخصية ملكوتية. هسه البعض يقول إيش دعوة؟ أقول له هو أنت الشخص العادي بيك جزء ملكوتي لو ما بيك جزء ملكوتي؟ بيك جزء؟ الله سبحانه وتعالى خلقني من أجزاء أرضية اللي هو البدن هذا، اللي بقوى متعددة، بالقوة الواهمة وبالقوة الغضبية وبالقوة الشهوية، أو خلقني من جزء ملكوتي، صح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جزء ملكوتي لو مو جزء ملكوتي طبعا. هاي الخلطة الملكوتية والأجزاء الأرضية أنتجت لي كينونة ثالثة اسمها النفس البشرية. هاي النفس البشرية عبارة عن خلطة من أجزاء ملكوتية وأجزاء أرضية. متى ما سيطرت القوى الملكوتية على القوى الأرضية تحول الإنسان إلى إنسان ملكوتي. متى ما سيطرت واستفحلت القوى الأرضية على القوى الملكوتية أصبح الإنسان إما شهوي، ولهذا تشوف الإنسان ما عنده إلا إشباع غريزته، صح. تشوف الإنسان إما مثلا غضبي يثور لأي شيء، أحمق يثور لأي شيء. ليش؟ لأن قوة الغضب هي المسيطرة على كل القوى، أو قوة الغريزة هي المسيطرة على كل القوى، أو القوة الواهمة
هاي القوة الواهمة اللي ترسم لك مليون طريق. الآن إذا واحد اعتدى عليه قوة الشهوة قاعدة أصلاً في سبات في نوم، منو اللي يثير عندك؟ قوة الغضب. منو اللي يجي يسيطر عليها؟ الوهم. يقول لك هذا قتله، يقول لك هذا أضربه، يقول لك هذا اشتكي عليه، يحط لك مليون طريق. وإلا أنت شايف يعني خصوصاً بناتنا إحنا الزغار، بمجرد أن تنطف الكهرباء تشوفك تجيك تركض ما تلحق عليها. شنو اللي صار؟ كهرباء انطفت. خوب الحجرة الغرفة شنو اللي صار بيها؟ ما صار بيها، بس سيطرت عليها شنو؟ القوة الواهمة. خيال يبدي يشتغل. خيال القوة الواهمة سيطرت. شاهدي أنه إذا سيطرت القوة الملكوتية تحول الإنسان إلى إنسان ملكوتي. ولهذا تشوف الإمام أمير المؤمنين يقول سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. ترى يريد يشير يقول أنا أدرى بطرق الملكوت لأن أنا إنسان ملكوت. وإحنا أصلاً من عقيدتنا بأئمة أهل البيت وعقيدتنا حتى بالأنبياء ما يصير نبي ولا يصير إمام إذا ما يصل إلى الملكوت. وهاي حقائق قرآنية، مو حكي مغالات، لو حكي مثلاً محابات، لا أبداً. هذه حقائق قرآنية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني رؤية الملكوت أفاضت عليه اليقين، جعلته من الموقنين. ما يصير نبي إذا ما يصل إلى درجة اليقين، ولا يصير إمام إذا ما يصل إلى درجة اليقين. واليقين كما يقول السيد صاحب الميزان رحمة الله تعالى عليه درجة ومرتبة ملازمة لرؤية الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ليش؟ ليكون وليكون من الموقنين، حتى نفيض عليه اليقين. القرآن في آية أخرى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. شوف الملاك الأول، وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا واصلين إلى درجة اليقين لو ما واصلين؟ طبعا واصل يا أخو. هو أنت إذا تصل إلى درجة اليقين تشوف طبعا صح لولا؟ كلا، تنظر بعين البصيرة بعد. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أدنى درجات اليقين هو العلم اليقين، ثم لترونها عين اليقين. هاي درجة ثانية من درجات اليقين، عين اليقين تستغني عن اللازم والملزوم بمن؟ بالحواس. بعد من أشوف دخان شو أقول؟ أكو نار. نار. بس أنت شفتها؟ لا. لازم وملزوم، يلزم من وجود الدخان شنو؟ نار. أكو نار. صح لو لا؟ لكن عين اليقين أنا أروح أشوفها بعيني بعد، ماكو داعي لازم وملزوم، صح لو لا؟ أنا وياك ممكن أن نصل إلى درجة اليقين. ليش تستكثر بعلي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب واصل لا علم اليقين ولا عين اليقين، واصل إلى درجة حق اليقين. وحق اليقين معناها أن تتحول إلى جزء من ذلك الكيان. يعني علي بن أبي طالب لما شايف الملكوت يعني تحول إلى جزء من الملكوت، إن هذا لهو حق اليقين. هاي الدرجة اللي لا يصل إليها إلا الكمل، إلا الكمل. القرآن ده يثبت هذا، يقول أكو نمط من الناس وصلوا إلى درجة حق اليقين، يعني تحولوا، يعني تلاشوا في ذلك المبدأ. فلما يتلاشى بالملكوت يصير إنسان ملكوتي، لو ما يصير إنسان ملكوتي. أي حقائق قرآنية. ربما المشاهد الآن يقول لو لم نثر سماحة الشيخ لكي ينقلنا إلى مرحلة أقوى بعد، لأن الكلام في البداية كان هين ولين عليه المقابل. اليوم ربما لأيام طويلة، يعني خصوصا قناة كربلاء الفضائية صار من أكثر من 3 أيام إحنا تغطيات، وفضلاء الحوزة وشعراء ورواديد يتحدثون عن أن هنالك ولادة لها معجزة، معجزة أن ينشطر الجدار وتدخل آمنة بنت وهب إلى داخل البيت، وفاطمة بنت أسد عفواً، ويكون ذلك البعد الغيبي لولادة الإمام علي سلام الله عليه. هل يمكن لنا أن نصدق ما أتى لنا من التاريخ عبر رواة وأسانيد وما شكل ذلك، أم أن هذا كلام ضرب من الخيال والشيعة هم يترنمون بهذا الحديث؟ لا لم يكن الشيعة فقط. مسألة ولادة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذكرها القاصي والداني، وكل كتب المسلمين تذكر ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن آمنة بنت وهب عندما جاءت إلى البيت ودعت بذلك الدعاء المعروف اللهم إنني مؤمنة بك وبما جاء به رسولك وكتبك إلى آخر دعائها، فسهل علي ولادتي، فانشق جدار الكعبة ودخلت وبقيت 3 أيام، خرجت في اليوم الرابع وهي تحمل على عاتقها طفلها علي صلوات الله وسلامه عليه.
هذا البعد الغيبي. مو أنا قدمت شيخنا الفاضل، مو أنا قدمت قلت علي بن أبي طالب إنسان استثنائي، مو شخصية عادية، مو شخصية طبيعية، يعني دخل للحياة على سبيل الفلتة، رحمة الله على شيخ أحمد وائل يسمي فلتة الدهر، هو علي صلوات الله وسلامه عليه، نسخة لم تتكرر. بعدين لابد أن الله سبحانه وتعالى لوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تقترن هذه الولادة ببعض المعاجز. معنا ساعدنا انطباع أنه المعجزة للنبي الكرامة علما للوصي، كرامة للوصي، بل حتى الوصي له معجزات، حتى الوصي، وإلا كيف تثبت للناس بأن هذا وصي رسول الله؟ يعني سليمان عندما أراد أن يثبت للناس بأن عاصف ابن برخية هو وصيه، إيش قال؟ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ليش هو سليمان ما عنده القابلية أن يأتي بعرشها؟ يأتي عنده لو ما عنده بدون أن يستشير آصف، عنده الريح لسليمان تجري بأمره. القرآن يقول غدوها شهر رواحها شهر، مفاتيح الهواء بيده، هو يقدر يعني هو يملك القابلية ويملك الإرادة التكوينية ويقدر يجيب العرش. ليش يستعين؟ لماذا يستعين بآصف ابن برخية؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يثبت منزلة آصف ومكانك. يريد يعرف، يريد يقولهم أنه يملك هكذا معجزات، الذي يتحكم بالكون وينعدم عند الوقت ويأتي بعرش بلقيس في أقل من نصف رمشة العين قبل أن يرتد. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شوف القرآن شو يقول، فلما رآه مستقر، ويا رمشة العين نزل العين، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هذا تعريف بمقامه. الإمام له معجزات، من جملة معجزاته ولادته اللي يتخللها العنصر الغيبي. مو فقط المعصوم عنده معجزات، مو فقط، اكو ناس الله سبحانه وتعالى اصطفاهم لمهام معينه، صح لولا؟ طبعا احنا عندنا الزهراء هو مو امام، لا، زهراء مصطفات معصومه، صح، لمهمه معينه الله اصطفاها، كما اصطفى مريم لمهمه حمل عيسى. واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا الاصطفاء لمهمه معينه، الله اصطفى الزهراء لمهمة معينة لتكون لوحة واقعة بين النبوة وبين الإمام، الحلقة الواصلة. الله اصطفى بعضا من أوليائه، مو قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني يصطفي من شريحة العباد لمهام معينة، مع هذا زودهم بالمعاجز. يعني مثلا احنا نقرأ في تاريخ بني إسرائيل، ألم تر إلى الملأ من بعد موسى، يعني القضية شو وقت من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. شوف النكتة وين، قالوا له أنت نصيب، قال لهم الله بعث، يعني المناصب الحساسة مو النبي يتدخل، مع أنه اختياره صحيح له مصحيح طبعا اختياري له، لكن يريد يقول هذه من وظائف الذات المقدسة، من خصائص الله سبحانه وتعالى، مسألة اختيار الإمام واصطفاء بعض الشخصيات. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه، شوف عملية، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء إلى آخر الآيات. خوب لما اعترضوا الله زوده بالمعجزة لو ما زوده، وآية ملكه، آية شنو يعني؟ معجزة ملكه، معجزة ملكه، معجزة اصطفائه، معجزة تنصيب ملك عليكم. هذه الآية حتى أثبت لكم بأنه اصطفاء من الله لابد أن يكون معزز بالمعاجز. وآية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فالإنسان الذي اصطفاه الله لمهمة معينة لقيادة تلك المعركة الله زوده بالمعاجز، فما بالك بعلي صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد الأوصياء.
وهو وصي محمد صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد. الله ما يزوده بمعاجز. طبعا. من جملة معاجزه البعد الغيبي في ولادته صلوات الله وسلامه. من جملة معاجزه، ما أريد أقول كل معاجز عليه، من جملة معاجزه. وإلا أنا صديقه الأكبر وآدم بين الروح والبدن، أنا صديقه الأكبر، يعني مقام لعلي بن أبي طالب قبل الدنيا، ومقامات علي بن أبي طالب في الدنيا سلسلة لم تنتهي، ومقامات علي بن أبي طالب بعد الدنيا لا تنتهي، اللي هو مقام الحاكمية يوم القيامة. أنا حقيقة أريد أن أقف عند فاصل، لكن قبل الفاصل وكعادتي في برامجي أن أنوه لتساؤل حتى المشاهد ينشد أكثر إلى الحلقة، وفي نفس الوقت أيضا يحضر عندكم وتحضر عندكم الإجابة. قاب قوسين أو أدنى، ذلك من؟ نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. لكننا لم نرى هذه المعجزة التي أعطيت لعلي سلام الله عليه قد أعطيت للنبي الذي هو حبيب الله سبحانه وتعالى، فلماذا لم يعطى النبي ما أعطي علي؟ حتى نجعل ربما التساؤل الأول أننا ربما الشيعة يغالون بعلي بن أبي طالب. سنقف إن شاء الله عند هذه الإجابة، ولكن نقف إن شاء الله عند لقطات أحبتي وأخوتي كادر قناة كربلاء الفضائية مكتب النجف الأشرف، وهم يتجولون في أروقة صحن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بفاصل قصير إن شاء الله، ولنا عودة معكم إذا نبقوا معنا. خيوط من نور تمتد من عرش الجلالة لتغمر ذاك الوليد بالنور، فيسجد وسط البيت رافعا كف التوحيد ككوكب دري. عند بيت الرب المولد زاد في النور انبهار، أسد في العين يبهر نوره شق الجدار. ها أمين الله ساجد في بهاء واتذار، شخص نحو السماء كوكب ثم استدار، كوكب ثم استدار. شبه ذاك يستجير في محياه أمير، شبه ذاك يستجير في محياه أمير. ها علي صار النور الجلي. بالعرش اسمك تجلى، بآية التوحيد تحلى، وأنطق نورك فم روح الله عيسى. لم يكن موسى كليما، لم يكن في المرسلين، حب في الذر علي قبل خلق العالمين. هم روح الله عيسى نحو شوق التائبين، أكرم العباد طرا في جباه الساجدين، في جباه الساجدين. هو للضامي غدير في محياه أمير، هو للضامي غدير في محياه أمير. ها علي صار أم نور الجلي. أيتها النقطة التي استحالت في كنهها عقول الأصفياء، ومن تلك الأنوار فهفت إليها القلوب المؤمنة والأرواح المؤتلفة. أيها زائر مهلا عند المولى سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد يا كريم. أكرر إلى كل من يشاهد قناة كربلاء الفضائية، أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى ثبات لنا ولكم على ولايتهم بحق محمد وآل محمد. طبعا بالمناسبة لم ننسكم إطلاقا جميعا من الدعاء والزيارة، كونا نحن نحتفي بهذه الولادة المباركة ونحن بالقرب من مرقدها المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قضاء الحوائج وشفاء المرضى وتسهيل الأمور بحق محمد وآل محمد. مرة أخرى سماحة الشيخ
الدكتور محسن الخزائي، حياكم الله. أهلاً وأسأل أهلاً. الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وأنا حقيقة ربما أعتذر إذا أثقل عليكم ببعض الأسئلة، ولكن أستثمر وجودكم إن شاء الله في هذه التغطية. سمح الشيخ، كنا قبل الفاصل نوهنا أن هنالك أشياء، مزايا، صفات أعطيت لأمير المؤمنين سلام الله عليه لم تعطى للنبي، والنبي كونه حبيب الله سبحانه وتعالى وقاب قوسين أو أدنى وله ميزات أيضا أكثر. أقول هل هذا معناه أن علي سلام الله عليه أفضل من النبي؟ وبصياغة أخرى، لماذا أعطي لعلي ذلك ولم يعطى للنبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا إحنا مسألة أنه أكو هناك أمور أعطيت لعلي لم تعطى مثلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعتقد هذا السؤال يعني خلينا نقول جانب الحقيقة، لأنه أفضل الخلق على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أعطي لرسول الله لم يعطى. يعني مثلا إحنا عندنا الأحكام الخاصة برسول الله لم تعطى لعلي صلوات الله وسلامه عليه، يعني من قبيل مثلا رفع الصوت على رسول الله، هذا حكم خاص برسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، النتيجة ما هي؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا يقولون من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم كان يرفع صوت، لأنه كان في حضرته أكو ناس يعني ينقصهم الأدب شوي، يحكي بصوت عالي. حتى الذين حتى سورة الحجرات تناول ذهنك، تكون خلف حجرة النبي، يا محمد اخرج علينا، القرآن قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أصلا ما يفهمون مقام النبي صلى الله عليه وآله. ثم عقب بعد ذلك قال لا ترفعون صوتكم فوق صوت النبي، النبي له أحكام خاصة، رفع الصوت يحرق العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رسول الله يشيل صوته شوية حتى خطية هذولا لا يذهب عملهم هباء منثورا. مو فهناك أحكام أعطيت لرسول الله لم تعطى للإمام أمير المؤمنين. بعدين إذا علي بن أبي طالب مثلا امتاز ببعض الأمور، هذا لأداء بعض الوظائف. يعني أنت اليوم مثلا أضرب لك مثال، أنت ما تقدر اليوم تقول لي تكوينا الرجل أفضل من المرأة، صح لولا؟ لا، هذا عنده فرد خصائص تؤهله للقيام ببعض الوظائف التي لا تقوى عليها المرأة، والمرأة لها بعض الخصائص التي تؤهلها للقيام ببعض الوظائف التي لا يقوى عليها الرجل. وظيفتها تقتضي أن تكون بهذه الصفات، وظيفة الرجل تقتضي أن يكون مفتول العضلات. بعض الوظائف التي يقوم بها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد تختلف عما هو عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد، هذا من جانب. من جانب آخر، إحنا عندنا عقيدة أن الأولياء، أن الأنبياء تنعكس بهم الصفات الإلهية. يعني مظهر من مظاهر شنو؟ من مظاهر الصفات الإلهية. أنا وياك مسيرتنا الله لما نكلفنا بالعبادات يريد يوصلنا علما، يريد يوصلنا حتى نصير مثال للصفات الإلهية. يعني أنا الآن من أصلي، من أصوم، من أمارس عبادات، إيش أقول؟ أقول قربة إلى الله. ليش الله سبحانه وتعالى هو فرد جسم معين حتى أنا أتقرب من عنده؟ لا، لو مجموعة من الأسماء، مجموعة من الصفات والأسماء، حتى أتقرب من صفاته حتى تنعكس به هذه الصفات. ولهذا تشوف الأولياء انعكست بهم الصفات الإلهية. يعني مثلا الخالقية انعكست في عيسى، لو ما انخلقت فيه ما انعكست، مو كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كان يخلق لو ما كان يخلق، صفة ربانية لو مو صفة ربانية. يعني مثلا صفة الجمال انعكست بيوسف لما انعكست، صفة الرحمة الرحمن الرحيم انعكست برسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرحمة المطلقة تجسدت برسول الله وهي صفة من صفات الله. هكذا، مو معنى لما الرسول الله انعكست به صفة الرحمة ما انعكست بعلي صلوات الله وسلامه عليه، وهو اللي كان يتحول إلى آه حيرة تذوب في أحشاء الليل، اللي كان إذا شاف ليتيم ينقسم ظهر الإمام أمير المؤمنين، مو معنى هذا، لكنها تجلت بصورة واضحة في رسول الله، بينما تجلت في علي بن أبي طالب صفات أخرى من الصفات الإلهية، كصفات المنتقم، كصفات الإقدام، كصفات الشجاعة، وهكذا انعكست هذه، أصبح مظهرا من مظاهر الغضب الإلهي.
وهي صفة من صفات الأنبياء. موسى كان هكذا، موسى كان هكذا، موسى كان يوصف بأنه شديد والغضب إلى انعكست به صفة الغضب الإلهي. ولهذا حتى أخوه ما سلم من عده، صح لو لا؟ صح. في قضية عبادة العجل جر رأس أخيه، أخذ بلحيته، يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، فكان مثال للغضب الإلهي، يغضب لله سبحانه وتعالى ما يغضب للأمور فالإمام أمير المؤمنين ما نقدر نقول أنه أعطي ورسول الله لم يعطى، لكل وظيفته الخاصة اللي اقتضت الحكمة الإلهية أن تنعكس هذه الصفات برسول الله، وأن تنعكس هذه الصفات وين؟ بعلي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله أعطاني خمس وأعطى لعلي خمس، بس اللي يحضر بذيني، احنا ترى مو كل شيء محضرين، خاف المشاهد يشوفنا السؤال يجي هكذا فنجاوب على خزيننا المعرفي. أعطاني النبوة وأعطى لعلي الإمامة، وأعطاني الوحي وأعطى لعلي الإلهام، وأعطاني الكوثر وأعطى لعلي السلسبيل. مو هيك نقرأ احنا بدعاء الافتتاح، ومن عين سلسبيل فسقنا، عين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وأسري بي إلى السماء وكشف لعلي بن أبي طالب عن حجب السماء حتى نظر إلي ونظرت إليه. ثم عندما هبط رسول الله من قضية المعراج بدأ يحدث أهل بيته، الإمام أمير المؤمنين كان يعاجله، كان يسبق بالحديث، يقول له إيه سويت كذا شفت كذا، فقال له يا علي إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع لكنك لست بنبي. هذه الخصائص موجودة بعضها لعلي صلوات الله وسلامه عليه وموجودة عند رسوله. كل ما عند علي بن أبي طالب هو من عند رسوله، كل ما عند علي بن أبي طالب هو من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مو معنى هذا أن الله أعطى، لا، لم يعطي لنبي قط مثل ما أعطي، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. أعطي لرسول الله ما أعطي صلوات الله وسلامه. سمعت الشيخ، نحن في هذه التغطية رغم قصر المدة التي نحن فيها والحديث الذي تفضلتم به، لكن بينا منزلة ومكانة وما أعطي للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأن الإمام علي ملكوتي، وأن الله عز وجل يحب علي، والنبي صلى الله عليه وآله نفسه كما في بعض الروايات، لكن لماذا لم يوثق هذا الأمر ولو آية واحدة تذكر الإمام سلام الله عليه تصريحا بدل أن يكون كما قلت في البداية تلميح؟ يعني لماذا لم يذكر علي في القرآن؟ واقعا هذا السؤال، يعني إذا تريد تسألني أنا هذا السؤال مسؤول بي أكثر من مرات، مو مرة أريد أقول، حتى ذاكرة أنا مجالسة على المنبر، مسألة ذكر الأسماء في القرآن الكريم هذا ما يحل لنا المشكلة، هذا ما يحل لنا المشكلة، نحن عندنا هذا التساؤل، لماذا لم يذكر علي بن أبي طالب؟ أنتم تقولون فجأة 300 وكسر آية بالقرآن نزلت بحق علي صلوات الله وسلامه عليه، ما لازم هذا 300، جيبوا لنا آية واحدة تذكر اسم علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أول مرة، خلينا نأشر إلى ملاحظة، خلينا نأشر إلى ملاحظة يخليها المشاهد في متناول ذهنه، أن لا من ديدن القرآن ولا من ديدن الكتب السماوية التي سبقت القرآن أن تذكر أسماء الآباء والأجداد. أكو هيك عندنا بالقرآن؟ لا. إبراهيم مثلا عندما ذكره القرآن ذكر اسم أبوه مثلا؟ لا. ها؟ فقط اسم. ترى حتى من قال أبوه آزر هذا آزر عمه، عم. مو أبوه. وما قال إبراهيم ابن فلان، قال إبراهيم لأبيه آزر، ما قال إبراهيم ابن آزر. صح. لو فرضنا أنه عمه، لا أبوه مثلا، لكنه شنو؟ عمه. والأب يطلق على من؟ الأب يطلق على العام، ويطلق على من؟ ويطلق على الوالد الحقيقي، أما كلمة الوالد لا تطلق إلا على الوالد الحقيقي. فهذا ثابت عندنا أنه القرآن ما يذكر أسماء الآباء والأجداد، لا القرآن ولا حتى من ديدن الكتب السماوية السابقة أبدا ما تذكر، حتى من يذكر مريم، إما يذكر مريم أو يقول شنو وابنة عمران التي أحصنت فرجها، ما يجيب مريم ابنة عمران. فإذا هذا ثابت، فش يبقى عندنا؟ القرآن يذكر فقط شنو؟ اسم، فقط الاسم. إذا ذكر الاسم
ما راح تنحل المشكلة، بالعكس راح تزداد المشكلة إبهاما. إذا تحدثنا عن علي صلوات الله وسلامه عليه، ليش السبب؟ ما هو السبب يا أستاذنا الفاضل؟ أن اسم علي بن أبي طالب يتوخى منه معنيان، يتوخى منه معنيان. المعنى الأول شنو؟ هو المعنى الحدثي. علي، الآن أنا من أقول علي، هسه تقول لي شيخنا ايش تقصد انت؟ تقصد علم لو تقصد الصفه، صح لو لا؟ صح. تريد العلو، تريد صفه العلو، لو تريد اكو واحد علم اسمه علي. فاذا الاسم مردد بين معنيين، يتوخى منه اولا المعنى العلمي، ويتوخى منه ثانيا شنو؟ المعنى الحدثي الصفه، المعنى الحدثي الصفه. فلو ذكر اسم علي بن ابي طالب بالقران، هل يذعن أعداء علي بن أبي طالب بأن هذا الاسم فعلا هو يدل على ذات علي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا، لو يؤول طبعا يؤول. بعدين أنا لا، أنا أريد أذهب كثير الليل، ما زال إحنا بولادة، تمام خلينا أذهب كثير بس لا يقطع هذا ويسوينا مشكلة. منو قال لك أنه اسم علي بن أبي طالب ما مذكور بالقرآن؟ تمام. منو قال؟ فلنفترض هكا، أنا أنا اليوم بنجف وأنا بعض علمائنا الكبار يقول أن اسم علي بن أبي طالب مذكور بالقرآن. أنا ما أريد أتبنى هذا الطرح، حتى اللي يسمعني، اللي يسمعني أفرض من غير مدرسة، ما أريد أتبنى هذا الطرح. أريد أقول من يقول مثلا، من يقول أنا قارئ روايات عن الإمام زي العابدين في الكافي في أصح مصادرنا الحديثية، وقاري في تفسير العياشي وغيره، بأنهم يذهبون إلى أن قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم، يقرؤونها بهذا صراط علي مستقيم. هذا صراط علي مستقيم. لو فرضنا أن القراءة المصحفية الصحيحة هذا صراط علي مستقيم، من اللي يقبل بها؟ لا أرجوك يقبل واحد. جزء ما تبقى الآية أصلا، لا ما يبقى القرآن يا عزيزي. الله سبحانه وتعالى هسه قد تقول لي شيخنا مو انت القرآن ده يقول انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون، حافظون بالوضع الطبيعي بالقانون الطبيعي، مو بالتوثية. انت تعلم يعني اعداء القرآن واعداء الاسلام دنسوا حرمة القرآن لو ما دنسوا طبعا، يعني الله سوالهم شنو؟ ضربهم بحجار مثلا؟ مو وضع الكتاب الله في بيت الخلاء؟ ما الذي حدث مثلا؟ الله قال احنا حفظنا القرآن بالوضع الطبيعي، يعني بهالعبارة كل ما من شأنه أن يفخخ القرآن الكريم ما جبنا ذكره. صحيح. الله سبحانه وتعالى بدل ما يجيب اسم علي بن أبي طالب عبر بأكثر من الاسم، عبر عنه بأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس رسول الله. هذا أبلغ تعبير يذكر علي بن أبي طالب. يا عزيز الأسماء المتمحضة بالعالمية، مو اللي يستفاد منها معنيين، الأسماء المتمحضة بالعالمية اللي لا يستفاد منها إلا معنى العلم فقط، اختلف بها المفسرون، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تعال اتراجع للمفسرين وطلع لي معنى حقيقي لهارون. منو هارون؟ منو؟ لا أنا أدعو أي واحد الآن يشوفني على التلفزيون الآن دقوا بالنات شنو معنى هارون؟ من هو هارون؟ شوف آراء المفسرين، كل يدلو بدليل. واحد يقول هارون أخوها من أبيها، واحد يقول هارون كان رجلا فاسقا ونسبوا فعلها إلى فعله، واحد يقول هارون كان رجلا تقيا ونسبوا ورع وتقوى مريم إليه، واحد يقول هارون أخو موسى ونسبها يتصل بي، وعادة الناس لما يريد يعبر عنك يقول لك يا أخ العرب، يا أخت هارون، يعني نسبك يتصل بي هارون، وهو اسم لا يستفاد منه إلا معنى واحد. حل المشكلة؟ لا. فما بالك إذا جئت باسم علي بن أبي طالب ويتوخى منه معنيين، راح تحل المشكلة؟ بالعكس تزداد المشكلة إبهاما. القرآن توخى عناوين غير الأسماء الصريحة، اتوخى عناوين ذوي القربى، اتوخى صفات. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من تصدق وهو راكع غير علي صلوات الله وسلامه؟ أمير علي بن أبي طالب. أنا حقيقة يراد لي أن أختم هذه التغطية، ربما الوقت
بدأ يداهمنا للوصول إلى النهاية، ولكن أن نتحدث عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولا نذكر البعد الإنساني لهذه الشخصية الملكوتية، وخصوصا نعلم أن هنالك العديد من الجهات تعزف على الوتر الإنساني. أكيد. لكننا نتحدث عن علي بن أبي طالب اللي هو الإنسانية بحد ذاتها. نحن لا نجاملها، إنما هي بحد ذاتها هي الإنسانية. من هو علي سلام الله عليه الإنساني؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أعتقد أنا جورج جرداغ أبدع في هذا المجال عندما قال علي صوت العدالة الإنسانية. البعد الإنساني في شخصية الإمام أمير المؤمنين، والبعد الإنساني في تعامل الإمام أمير المؤمنين مع رعيته. تلاحظ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللي يقول القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. أي عدالة هذه في حكومة علي صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام أمير المؤمنين اللي يمر يوم من الأيام يشوف رجل يستجد الناس، عبد الله ابن أبي رافع كاتب بيت المال، قال له عبد الله شنو هذا اللي يستجده؟ ما هذا؟ استغراب من علي بن أبي، ما هذا؟ مو مثل الآن حكوماتنا أنت من تجي بالإشارة الضوئية كم واحد يشل بيك، صح لو لا؟ صح. عيب على الحاكم أن الرعية تستجدي في حكومته، عيب منقصه، نقص به، نقص بإدارته. عبد الله ابن أبي رافع بحكومتي واحد يستجدي، ما هذا؟ ما ها؟ مو من؟ ما 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 هذا؟ قال رجل نصراني، نصراني يعني مو من الإسلام، خلينا جد. قال وذا نصراني أشغلتموه حتى إذا أتعبتموه تركتموه يتكفف الناس. يريد يقول له هذا كان طاقة بالمجتمع لو مطاق طبعا، كان يعمل لو ما يعمل، خذه وافرض له عطائه من بيت المال، من بيت مال المسلمين تطه هذا المسيح رات. أي عدالة هذا اللي يحمل جرة على عاتقه ويذهب إلى بيت عجوز ويشجر التنور، لأنه الموظفين في حكومة علي بن أبي طالب بعضهم قلوبهم تميل إلى معاوية، قطعوا عطاءه حتى يسوون ضجة في حكومة علي بن أبي طالب، والإمام واقف على التنور والنار تلفح وجهه، يقول له ذق يا ابن أبي طالب، هذا جزاء من نسي اليتامى، هذا جزاء من نسي الحرام، وحاشاك يا عم. لكن هاي النفوس اللي تميل إلى معاوية، الضمائر اللي تباع وتشترى بالأموال، هذه هي اللي أحدثت هذه الأمور في حكومة علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على اعتباره امتداد للرسالات السماوية، والرسالات السماوية البعد الإنساني حاضر بقوة فيها. أول خصوصية في رسالات السماء هي محاربة الظالمين، وعلي بن أبي طالب حاربهم بأجمعهم حتى أخذ الحق من يد القوي وأعطاه للضعيف. لم تأخذوا في الله لومة لائم، لم تأخذوا في الله لومة لائم. أمير المؤمنين هاي الخصوصية نفسها جسدها علي بن أبي طالب، اذهب إلى فرعون إنه طغى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يحطم قيود الظالمين. خصوصية في رسالات الأنبياء. الخصوصية الثانية في رسالات الأنبياء هي الدعوة إلى الحق والمساواة. لقد أنزلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. يقوم الناس عدالة، عدالة. حتى حكومة آخر زمان ناظرة إلى هذا المعنى، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه مهدينا أهل البيت فيملأ الأرض قسطا وعدلا. ليش ما قال يملؤها إيمانا وتوحيدا؟ ناظر إلى العدالة، قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نفس هذه الخصوصيات جسدها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حكومته وفي مسيرته. سماحة الشيخ الدكتور محسن الخزاعي، في نهاية هذه التغطية أتقدم لكم بالشكر الجزيل لما أدليتم به، وأسأل الله أن يكون في ميزان أعمالكم إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ولاية أمير سلام الله عليه لنا ولكم. آمين آمين أجمعين إن شاء الله. شكرا لكم سماحة. عزيزي حبيبي حياكم الله لكم. أهلا وسهلا محمد. أحبتنا المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، أسعد الله أيامنا وأيامكم مرة أخرى بذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بالمناسبة نحن نستعد أيضا لإحياء ذكرى أخرى، ألا وهي وفاة ابنته الأميرة زينب الحوراء سلام الله عليها.
شكري وامتناني وتقديري إلى كل من ساهم معنا، وأخص بالذكر حقيقة العتبة العلوية المقدسة من أمينها إلى آخر موظف موجود في هذا المكان الطاهر، وأخص بالذكر أيضا الأخوة في قسم الإعلام في التواصل الإعلامي وأيضا في معرض الخط العربي أو الكتاب الدائم. أسأل الله لهم التوفيق والسداد دائما وأبدا، ولكل من ساهم معنا في هذه التغطيات المباشرة شكرا لكم، شكرا لحسن إصغائكم لمتابعتكم. أسأل الله أن نلتقي بكم إن شاء الله في تغطيات أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سادتي، موفق لكل خير. وينشق جدار البيت للحرة التي تحمل في أحشائها ثقل الوصي ونور الإله. يا علي عرفني من هي، كعبة أم بنت أنس، ولدتك في الثنية نور في نور وجه. قالت الإخلاص حتما أنت للإخلاص ناس، سورة الإنسان حيدا تعني حيدا في السنة، تعني حيدا في السنة. يطعم العبد الفقير في محياه أمير، يطعم العبد الفقير في محياه أمير. علي صار أم نور الجليل، خيوط من نور تمتد من عرش الجلالة لتغمر ذاك الوليد بالنور، فيسجد وسط البيت رافعا كف التوحيد ككوكب دري. عند بيت الرب المولد زاد في النور انبهار، أسد في العين يبهر نوره شق الجدار. ها أمين الله ساجد في بهاء واتذار، شخص نحو السماء كوكب ثم استدار، كوكب ثم استدار. شبه ذاك يستجير في محياه أمير، شبه ذاك يستجير في محياه أمير. ها علي صار أم نور الجليل. بالعرش اسمك تجلى، بآية التوحيد تحلى، وأنطق نورك فما روح الله عيسى. لم يكن موسى كليما، لم يكن في المرسلين، حب في الذر علي قبل خلق العالمين. هم روح الله عيسى نحو شيء.